نهى، نبي بكل صراحة رأيك، بما أن أنت كنتي متابعة لأعمال رمضان، أو إن شاء الله تكونين متابعة لأعمال رمضان، شنو عجبك وكان فعلا عمل متميز؟ نهى أنت معاي؟ اي معاك معشرة. تابعتي أعمال رمضان؟ والله اول مره من 3 سنين، من 4 سنين اول مره طالع مسلسلات. ايه شنو عجبتك منهم؟ يمكن اللي تابعته اللي سووا بوز اكثر شيء، تابعت ام هارون لاني احب اصلا ام سوزان الله يعطيها الصحه والعافيه. خذلني شويه المسلسل، بس كنت متوقعت له يعني نهايه احلى من كذي. الخذلان كانت ومن على الاشياء النهايه. اللي تابعتها وحبيتها صدق البرنس حق محمد رمضان يعني. نعم، انزين، مع ان في ناس وايد قالوا ايضا ان شوي الاحداث، يعني اللي مستعجلين على الاحداث قالوا ان شوي الاحداث بطيئه وفيها مط شوي كذي، ولكن ايضا الكل شهد على نجاحه. يعني اذا الحين سالناك سؤال مباشر نبي اجابه صريحه منك، افضل عمل وأسوأ عمل؟ انا اللي اقدر احكم لك على اللي تابعته، يعني بالنسبه لي افضل عمل هو البرنس، لانه هذا اللي شفته الامانه، ما شفت غيره يعني في الفترة هذه. بس وايد أشياء ثانية يمكن تكون أفضل من هالعمل أنا ما تابعتها. أسوأ عمل هم أقدر أقول لك، لأن أنا ما شفت غير أم هارون والبرنس، فبالنسبة لي أم هارون خذلني، ما أصنفه الأسوأ لكن توقعت شيء غير. نعم، يعني بدايته كانت حيل قوية وتحمسنا مع الفكرة وتحمسنا مع القصة، ما أدري الإخراج اللي ظلم العمل ولا في شيء ثاني ظلمه، لكن حسيت إنه كان ممكن النهاية تكون أحلى. شنو اللي ما حبيتيه نهى تحديدا فيه؟ وايد في مط بالعمل، اول شيء وايد في تكرار، يعني مشهد الحريجه هذا كل ما افتح المسلسل في شيء قاعد يحترق، في بيت قاعد يحترق. الحلقه الاخيره اداء كل الفنانين ابداع كان فيها بدون قصور، ولكن وايد مط، مثلا مشهد هم الحريجه 70% من الحلقه كان سلو موشن، عرفتي؟ فتوقعت انه يكون في اكشن زياده. انا احب عادي يقولون في شيء مفاجئ، يقولون في جزء ثاني، يقولون في جزء ثاني. فيعني على هالكلام يعني ان شاء الله تكون الاحداث متسارعه وياخذون براي الجمهور والمتابعين. اتمنى، يعني انا اشوف حياه الفهد يعني قامه كبيره طبعا، واحنا دائما نحبها ونتابعها في كل عمل تقدمه، مجرد اختيارها لنص مثل هذا وقصه مثل هذه يعني هذا شيء يحسب لها. بس الموضوع غني وايد اسرار، في وايد اشياء كان ممكن يتم التطرق لها، يعني موضوع التعايش بين الاديان، القصه هذه لو حسيت الاحداث خلصت من 5 حلقه كان ممكن ان احنا يعني نسوي